السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم هانيه ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا فيديو جديد ونهار جديد. دابا انا خارجه من الخدمه، لقيتوني كنتمشى وكنفكر وكنقول اشنو غادي ندير العشاء، اشنو غادي ندير الغدا، المدرسه لسات. ف يعني هذا هو المشكل ديال اي امراه عامله وحتى ربات البيوت، تقريبا كلشي عندهم هذا المشكل هذا. كل نهار كنفكروا اشنو نديروا اليوم، اشنو نديروا غدا. واش حتى نتوما عندكم هذا المشكل هذا؟ خليوها لي في لي كومونتير، ما تنساوش. ايوا انا دابا طلعت للطوموبيل، غادي نمشي نجيب التقضيه ديالي ونتلاقاو. ايوا صافي، دابا فكرت في الحويجات اللي ناقصاني وقررت شنو غادي ندير. فغادي ندوز لاباتيسري، غادي نجيب هكذا شي حاجه للكوتي، ومن موراها غادي ندوز باش نجيب واحد الدجاجه باش نصاوب الغدا لسات. كيعجبو دوك الصدور ديال الدجاج مقليين باش ياخد معاه غدا المدرسه ديالو. واش حتى نتوما وليداتكم كتلقاو معاهم مشكله هكذا في الغدا اللي ياخدوا معاهم اولا كيفاش؟ انا يا سعد عندي النمط ديالو صعيب بزاف في الماكله، ما ياكلش اي حاجه. هذا هو المشكل اللي عندي معاه، كل نهار كنبقى نفكر اشنو ندير له. ايوا هنايا صورت لكم لاباتيسري بلا ما نصور لكم الدجاج. خديت هنايا لي ميلفوي وخديت لي فولوفون. ايوا صافي، غادي نمشي للدار وغادي نعمر عليه واحد البريريت ديال اتاي. هما كيف ما كتشوفوا كيديروا لي فولوفون زوينين، فيهم واحد المذاق زوين بزاف. ايوا ومور هذاك الكويس ديال اتاي غادي نوضو نجمعوا الوقفه وغادي ندخلوا للمطبخ ديالنا باش نشوفوا شنو غادي نديروا. ايوا هاني دابا دخلت للمطبخ، وكيف ما كتشوفوا الدجاجه راه تما كترتاح كتسنى النوبه ديالها في لافابو. غادي نغسل بدل معيناتهم الاولين، نبدا بهم نحيدهم عليا هما الاولين، وعاد ندوز للتنقيه ديال الدجاج. ايوا كيف ما كتعرفوا راه هذا هو الحال ديال المراه العامله، راه كنخلصوا واحد الضريبه كيف ما كنقولوا. كيما كندوزوا الوقت ديالنا او النهار ديالنا كامل برا، راه كيتسنانا واحد العمل واحد اخر في الدار، وكنوقفوا وقفه جديده في الدار من جديد اللي كنقضيو فيها بزاف ديال الامور. راه ماشي كتقول المراه العامله راه صافي موفر لها كل شيء وعندها جميع وسائل الراحه، لا راها كتدفع الضريبه ديال داك الوقت اللي كتقضيه خارج المنزل. فهذا هو حالنا وما عندنا ما غادي نديرو. يعني اللي اختارت انها تخدم وانها وضروري، شوفوا في هذا الوقت هذا ضروري ما المراه دير شي حاجه، شي واخا كاع ما تكونش خدامه دير شي نشاط تشغل الوقت ديالها. يعني بيان سور غادي يكون عندها التربيه ديال الوليدات، كتقابل لهم المستلزمات ديالهم وديال البيت ديالها. يعني هذه في حد ذاتها راه مسؤوليه، وحتى هذا راه عمل نبيل. ولكن غير انايا بغيت نشير لهذيك النقطه ديال ان المراه اللي خدامه يعني كاع المسؤوليه اللي عندها برا ومازال تابعها مسؤوليه وحده اخرى في الدار. يعني راه ملي كنفيقوا حنايا الصباح حتى الليل وحنايا غير من هادي لهادي، الله يحسن العون. ومن هذا المنبر كنوجه تحيه لجميع النساء في ما كانوا، زعما كنقول شابو شابو للمراه اللي خدامه، وحتى ربات البيوت حتى هما راهم الله يحسن العون. راه حتى هما ملي كيصبحوا الصباح وما فتماره ومن هادي لهادي، وزعما التربيه ديال الوليدات راه زعما الله يحسن العون. هادشي اللي بغيت نقول. ايوا دابا غادي نغسل هذوك المعينات وغادي ندوز لهذيك الدجيجه حتى هي غادي نغسلها. كما قلت لكم غدا غادي ندير لسعد الدجاج هكذا مقلي، غادي نزيد له معاه شي حاجه اخرى، ما عرفتش بوغي واقيلا كتعجبو لا بوغي هكذا، غير بطاطا مسلوقه مع الفخوماج، وهذاك الدجاج مقلي صافي معاه هكذا شي حاجه شي فخوي هكذا وبركه عليه. المهم هادشي اللي غادي ندير انايا دابا، و صافي بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. دابا غادي نوجد الوجبه اللي غادي ياخذ معاه غدا سعد ليكول ديالو. فسلقت هكذا شويه ديال البطاطا في ماء مملح، ومور ما تسلقات ليا صافي صفيتها، وغادي نبقى نمعك فيها غير هكذا بفوخشات
غادي نضيف عليها جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث العادي، كتجي لذيذه بهذه الطريقه، وحتى سات كتعجبو هكذا، ما كتعجبوش ديال الحليب والفرماج، كتجي هكذا لذيذه وفي ساعه كتوجد. اما هنا بالنسبه للدجاج، بعد ما نقيته مزيان مزيان رقدته هكذا واحد شويه في المليحه وكذلك في الحامض، فالطريقه المعروفه يعني. وخديت هكذا غير داك الصدر ديال الدجاج، كيكون ديجا محايد منه هذاك العظم، كنشفو هكذا واحد شويه بمنديل وكنقطعوه بحال هكذا في النص على جوج، باش غادي ناخذ منه شرائح اللي غادي نقليهم، كيجيو يعني بحال الفيلي. فهنايا بعد ما قطعتهم على هذا الشكل هذا، ملحتهم ودرتهم هكذا فوتهم فواحد شويه ديال الزويته، ومن موراها الشكل النهائي ديالو كيجي بحال هكذا، كيجي زوين، كيجي فيه داك اللون هكذا دوغي وما كيجيش قاصح نهائيا. صافي درت لسعد هذيك العلبه ديالو اللي غادي ياخذ معاه غدا، فيها لا بوري دجاج، ودرت له هكذا بعض الفواكه، والله يجعل البركه. بالنسبه للعشيوه ديالنا، فدرت ليهم هكذا لي بات بلاصوص بولونيز وشويه ديال الفرماج هكذا من الفوق. فهاد الوصفه ان شاء الله المره الجايه نشاركها معكم كامله، غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي دوزت على البوطه ديالي، جمعت المعينات ديالي، رديت كلشي لبلاصتو. صافي دابا كندوز كيف ما كتشوفوا هكذا على البوطه وعلى داك لافابو هذا. صافي هكذا غادي نكون انا كملت النهار ديالي، وما تنساوش تخليو لي لايك الى عجبكم الفيديو، ونتمنى انني ما نكونش ثقلت عليكم وان الفيديو ديالي يكون جاكم خفيف ظريف. وهنايا كيف ما كتشوفوا المشيشات حتى هما تعشاو، غادي يمشيو ينعسوا، وغادي نقول لكم بونوي، باي باي.